تقفل هيدروليك. يعني ايه بتفتح وتقفل هيدروليك؟ يعني مجرد اني ادوس على الزرار الشنطه بتتفتح لوحدها، وعشان اقفل الشنطه ما اقفلهاش بايدي، الشنطه بتقفل برضو لوحدها هيدروليك. وصلنا معاكم دلوقتي وفقرة كار أكاديمي اللي فيها 9 عربيات بيتنافسوا مع بعض إزاي يعدلوا العربية ببلاش. ببلاش ليه؟ لأن مسؤوليتنا إحنا إن إحنا نعدل لهم العربية بس بذوقهم هم. 9 عربيات هيتنافسوا مع بعض عن طريق الرقم اللي نازل دلوقتي حالا، تبعتوا لنا وإحنا نختار 9 عربيات اللي هيتنافسوا مع بعض. لو محتاج فعلا إنك تظبط عربيتك ومتدفعش ولا جنيه، ابعت لنا دلوقتي حالا وإحنا هنظبط لك عربيتك، بس خلي بالك بذوقك انت، وانت اللي هتحكم، وانت اللي هتبقى نوميني، وانت اللي الناس هتصوت لك اذا كنت تكمل معانا في كار اكاديمي ولا باي باي. وصلنا دلوقتي معاكم فقره عربيه ليها تاريخ. يمكن العربيه دي من احدث العربيات اللي جيب عملتها، وهي الرانجلر الانليميتد اديشن الجديده. بس على فكره هي برضو من اقدم العربيات اللي جيب عملتها. تعالوا نشوف فيلم صغير كده وبعدين ترجعوا لنا تاني. تاريخ الجيب رانجلر. كان سبب شهرة الجيب رانجلر هو بعد الحرب العالمية الثانية وأداء السيارة المتميز اللي ظهرت به خلال الحرب، فكانت الأداء الأقوى on و off road مما أعطى الجيش الألماني الأفضلية والتفوق الميداني. كانت إنتاج أول نسخة للعامة سنة 1987، وعدلت بعد كده سنة 1997 وفق عام 2007. ونسخة 87 كانت بمثابة البروتوتايب وتم تعديلها في الشكل، حتى تم تعديل السيارة سنة 97 وهي النسخة الأشهر لهذه السيارة، وكانت معروفة باسم صحارة، وكانت ذات شاسيه قصير يعني 2 باب وبإمكانية نزع السقف والأبواب. وكان السقف 3 أنواع: هارد توب، سوفت توب، وبيكيني توب. بعدين اتعدلت العربية دي في عام 2007 وهي سيارة 3800 سي سي 199 حصان Unlimited ذات شاسيه طويل 4 باب بسقف سهل الفتح، وهي النسخة المتاحة إلى اليوم وحتى 2017. كده للأسف خلصت أول حلقة من برنامجكم كار أكاديمي. استنونا في الحلقة اللي جاية، أكيد في مفاجآت كتيرة جداً وعربيات أكتر. وطول ما احنا موجودين العربيات ما بتخلص. باي باي.